السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءك أبو مناف، كيف الحال؟ أول شيء أشكرك أنت بالذات على أسلوبك وروحك الطيبة، وثاني حاجة أشكرك على المنتج. طبعا جميع المنتجات اللي من متجر العجيب الغريب صراحة لا يعلى عليها، منتجات قمة. فهذا منتج الكشاف، فنبغى نجربه الحين. انا ركبته على هايلوكس 2018، نبغى نشوفه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، شوف مدى الضوء، شوف ما شاء الله تبارك الله. طبعا انا منزله تحت اخر شيء، من بالك عدل وركبه فوق او مكان مرتفع. طبعا هذا الفليشر، صور لك من الداخل. طبعا هذه اللمبة بعد من نفس المتجر، البنص هذه البيضة، صراحة روعة عجيبة ما تبارك الله. من نفس المتجر البنص هذه البيضة، صراحة روعة عجيبة ما تبارك الله. هذا التصوير من داخل السيارة، شوف فرق الحين. أطفي الكشاف، شايف أكبر من المساحة اللي ماخذها ضوء أنوار الوكالة، شايف ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هذه كشافات الليد اللي تركبها على السيارة، شوفون إضاءتها ما شاء الله. طبعا أهم ميزة فيها إن يجي معها ريموت، ممكن تطفيها وتشغلها عن طريق الريموت بشكل هذا، وشغلها معك بشكل هذا، ما شاء الله تبارك الله، شوفون الفرق. طبعا كذلك فيها وضعية فليشر تخلي تأشر بشكل هذا أو بشكل هذا أو بشكل هذا أو كذا، شوف البراقات لها أكثر من وضعية، أو تثبتها على وضع طبيعي. سعر الحبة 120 ريال والحبتين 199 ريال.